بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المباركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأحبة في كل مكان، وحياكم الله وتحية طيبة لكم، ونحن نلتقيكم على بركة الله مرة أخرى، والبرنامج المباشر الفقه حياة الذي نجيب فيه إن شاء الله عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية. كالمعتاد نرحب بضيف البرنامج سماحة العلامة السيد رشيد الحسيني، حياكم الله سيدنا العزيز وأهلا وسهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله تعالى. نعم، حياكم الله سماحة السيد وأهلا وسهلا ومرحبا. بيودنا سماحة السيد أنه قبل أن نتحدث عن موضوع حلقتنا نوضح للسادة المشاهدين بأن قناة الأيام الفضائية تم تغيير ترددها إلى الأجدي. على الأحبة يعني المشاهدين فقط أنه حذف القناة ومن ثم البحث عنها مرة أخرى، وطبعا عبر ترددها 10892 H، وكذلك الترميز 27500. نعم سمحت السيد، كما عودنا السادة المشاهدين في كل حلقة نتحدث يعني عن موضوع معينة، سيما نحن في رحاب هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة. سمحت السيد، بيودنا اليوم نتحدث عن شهر رمضان المبارك والتفكر والتدبر في آية الله تبارك وتعالى. والسؤال هنا سمحت السيد، هل فقط الإنسان يقرأ القرآن في هذا الشهر المبارك لأجل الثواب، أم لا بد عليه من التدبر والتفكر وربما العمل بآية الله تبارك وتعالى؟ حياكم الله. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال أيها الأحبة، قراءة القرآن من الأعمال المهمة والطيبة والمستحبة جدا في شهر رمضان. طبيعة الحال قراءة القرآن في كل وقت مستحب، وتعهد الكتاب الله في كل وقت مطلوب، ولكن في رمضان أكثر مطلوبية، أكثر ثوابا وفضلا، كما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من قرأ في هذا الشهر الكريم آية من القرآن كمن ختم القرآن في غيره من الشهور. وهذه في الواقع فرصة طيبة أن آية واحدة تقرأها وأنت تحصل ثواب ختمة كاملة. هذه إنصافا لا تعوض، فرصة لا تعوض. تقريبا الجزء الواحد، الجزء الواحد تقريبا 140-150 آية، فإذا 150 آية وكل آية أنت تقرأها بثواب ختمة، يعني 150 ختمة قرآن، هذا فضل من الله وتوفيق من الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المؤمنين لتعهد كتاب الله والرجوع إليه وقراءته. الأمر الآخر أيها الإخوة، قراءة القرآن على أنحاء. تارة إنسان يقرأ القرآن للتبرك، أنا أقرأ القرآن حتى أتبرك، حتى على أي حال أحصل على ثواب، هذا جميل جدا ومهم، ولكن أهم من ذلك، أهم من ذلك أن أقرأ القرآن وأحاول أن أفكر في آياته. يعني لما تجي الآية الكريمة اللي تتكلم عن الرحمة الإلهية، تقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أنا لازم أوقف شوية. الله يقول لرسوله، يقول نبئهم، خبرهم، ترى أنا غفور رحيم. بعدين يقول وأن عذابي لهو العذاب الأليم. شوف آية رحمة وآية عذاب في نفس الوقت. هذا لما أنا أفكر فيها أشوف أنه أنا في واقع الحال كما أن الله رحيم وكريم ودود وغفور، أيضا رب العالمين ماذا يحاسب ويعاقب ويعذب. هذه الحالة
توجد في عند الإنسان حالة من الاعتدال، لا ييأس من رحمة الله ولا شنو ولا يتهاون ويستهين بالله. الاستهانة بالله في الواقع غير حسب تعبيرنا غير جائز ومعصية بحد ذاته. إذن التفكر بالقرآن جدا مهم. اللي يسميه القرآن الكريم تسمية لطيفة، بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا الأقفال اللي بالقلب شيلوها، قلوبكم غالقيها بأقفال. هاي الأقفال واحد يقول وين أقفال سيدنا؟ شو أنا ما أشوف أقفال. الأقفال هي حب الشهوات، الأقفال حب المال، الأقفال حب الدنيا، الأقفال الغفلة، الأقفال حب الراحة. هاي كلها أقفال تخليك ما تتدبر بالقرآن. فالتدبر بالقرآن وإنصافا يفتح الإنسان أبواب جميلة وسعة في الوعي والتدين. الأمر الآخر اللي أريد أن أنبه إليه أيها الأحبة، القرآن قسم كبير من عنده، شوفوا تقريبا 500 آية هي آيات أحكام. سووا فلان شيء واجب، فلان شيء الصوم واجب، الإرث هالشكل تقسمونه، الرضاع هالشكل، ما أدري النكاح هذا، الحرام هذا، الحلال هذا. 500 آية بس، 500 آية بس، والقرآن هو 6600 وكسور، يعني 6100 آية وأكثر هو شنو؟ غير أحكام، مو أحكام، وإنما جزء كبير من القرآن هي قصص، قصص للأنبياء، قصص للأمم، قصص للأقوام الأولين. هذه القصص في الواقع إنصافا إذا الإنسان يقدر أن يبحث عنها ويقراها ويشوفها فهي عبرة، عبرة لمن يعتبر. أنا أشوف لما أكو واحد قبلي، سنين قبلي سوى شغلة وطاح فيها، أنا لابد أن أعتبر أن هاي الشغلة لا أكررها. نعم. لما أشوف قارون اغتر بفلوسه واغتر بإمكانياته، لابد أن يكون عندي معلومة واضحة على أن الاغترار بالمال والإمكانيات والكذام هذه لابد أن يكون عندي نوع من الاعتبار. أنه المال مو شيء، قارون الله خسف به الأرض، هو فلوسه راحت جو الكعب. قد يذهب. أحسنته. أو أنه لما أسمع قصة مثلا مولانا الأجل، قصة الخضر وموسى فيما يرتبط بعلم الغيب، هنا لازم يكون عندي توكل كبير أن كل شيء يصير هو بيد الله سبحانه وتعالى واللي يسوي رب العالمين لحكمة. وهكذا وهكذا نجد أن القصص القرآنية تعطي بعدا جيدا للإنسان وفهما. كلمة أخيرة أقولها حتى نستمع إلى مداخلات الأخوة والأخوات. كلمة الأخيرة أقولها هذه أخواتي وإخوتي، أنه الإنسان المنتمي لشيء لابد أن يرجع إلى ذلك المنتمى إليه ويدرس قوانينه. جنابك الآن أضرب مثال وأكثر يعني ومثال واضح جدا. أنت لما تريد تروح إلى بريطانيا تحصل إقامة في بريطانيا، يقول لك يا اللي يدخل في بريطانيا لازم أكو قضايا يتعلمها ويطبقها حتى نعطي إقامة. نعم واضحة. فأريد أنا أصير مقيم في بريطانيا وبعدين أحصل على جنسية بريطانية، فأكو قوانين لازم أدرسها، لازم أفهمها، لازم أتجنبها، لازم أعملها حتى أكون مواطن شنو بريطاني صالح وينطوني جنسية. مو شلو لا. نعم واضح. أحسن. أنا لما أريد أصير مسلم أو أنا مسلم بس ما أعرف قوانيني، ما أعرف تعاليمي، شنو الصح شنو الغلط، شنو يريد الله وشنو ما يريد الله، أنا أقدر أكون مسلم صالح؟ نعم أحسنتم. نعم بالتأكيد.
المواطن لا يستطيع. المواطن الصالح يوم اللي يدرس القوانين والدساتير والأحكام يطبقها يسموه مواطن صالح. أنا مسلم صالح؟ من هو المسلم الصالح؟ من هو المؤمن الصالح؟ منه إنسان اللي يتعهد كتاب الله، هذا كتاب الله، دستور الله، هذا منهاج الله، هذا بيان للناس. زين هذا بيان للناس، أنا مو من الناس، أنا من الناس. خل ليش ما تراجع؟ ليش ما تعرف تقرأ يا أخ أحمد؟ ليش ما تعرف تقرأ؟ أحسنت. قراءته. فلا بد لنا في مثل هذه الأيام أن نخصص ولو وقت أن نتعلم، نروح إلى جلسات القرآنية موجودة، معاهد قرآنية موجودة يعلموني تلاوة القرآن. وما أكثرها سمحت السيد وما أكثرها في وفي هذا الشهر بالواقع. فنحن في الواقع مسؤولون أيها الأحبة، مسؤولون. والله يجيب آيات في القرآن يقول هذا القرآن رح يشكيكم يوم القيامة. رح يشكيكم القرآن، رح يشتكي يوم القيامة أن يا قوم أن قومي مثلا بلي اتخذوا القرآن مهجورا، اتخذوا القرآن مهجورا، حاطيه فقط على المكتبة وعلى الرفوف وكذا، وعلى أي حال إذا واحد يسافر يمرروا على راسه، وإذا واحد مريض يخلوا جوا راسه، وهذا جيد. ما أقول بركة ما أقول أنا بركة، ولكن الأهم من ذلك أن أتمثل القرآن وتجسد القرآن في سلوكياتي في أعمالي. لما القرآن يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذه الآية جسدتها أن الغيبة كأكل لحم الميت، جسدتها. ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، جسدناها في آدابنا مع كبارنا وقادتنا وفقهائنا، هذه كلها على أي حال مجموعة دساتير وأحكام لابد للإنسان أن يتمثلها ويطبقها ولو شيئا تدريجيا. أنا ما قلت عاد تصير قرآني في يوم واحد، لا، خلال 5 سنوات تتخلي برنامج لنفسك أن كيف أنت تصبح إنسان قرآني بالمعنى. نعم أحسنتم سماحة السيد وجزاكم الله ألف خير. طبعا الآن نستثمر الوقت وإن شاء الله نستمع إلى الأخوة أصحاب البصمات أو ربما يعني تكون هناك اتصالات. نعم عندنا بصمة. نعم اتصال من الأخ ضياء. نعم حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم حي الجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أنا أسأل عن كيفية تسديدتي السهم. نعم كيف تشير؟ سجدتي السهم. سجدتي السهم. نعم كيف بني. عندكم سؤال آخر؟ الدعاء لطلب قضاء الحواجر الدعاء. نعم نعم بلي نعم تحياتنا لكم إن شاء الله سمحت السيد يجاوبكم. نعم الله يحفظكم يا أخ ضياء ويتقبل طاعتكم إن شاء الله. نعم سمحت السيد نجاوب الأخ ضياء، يسأل عن كيفية ضياء يقول سجدة السهو كيف نسجدها. إخواني أولا متى تجب سجدة السهو؟ متى تجب سجدة السهو؟ الجواب سجدة السهو من اسمها كلمة سهو. سهو يعني إيش؟ يعني صار غلط، صار عندك خطأ، سهيت واخطأت بالصلاة، قمت ما لازم تقوم، قمت بعدين اتذكرت وقعدت وشهدت، أو مثلا سويت سجدة زايدة أو قلت كلمة زايدة أو شيء من هذا القبيل، هذا يسمى سهوا. سهوا يعني وقع شيء غلط. الصلاة ما تبطل، الصلاة ما تبطل، وإنما تسجد سجدتين بعد ما تكمل الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد ما تكمل تقول الله أكبر، تنزل على التربة تسجد، تقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تقعد تنزل على التربة بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تقعد وتقرأ شنو؟ التشهد، الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام عليكم ورحمة الله. واضح؟ نعم كذلك كان يطلب الدعاء سماحة السيد. في واقع الحال إن شاء الله ندعو للجميع الأخوة في آخر البرنامج، ولكن عموما حبيبي دعاء قضاء الحوائج الإمام زين العابدين معلمنا في مناجات
مناجاة المريدين، مناجاة الطالبين، عند مناجاة 15 هواي لطيفة، يعلمنا الإمام زين العابدين كيف ندعو الله في قضاء حوائجه. نعم أحسنتم سماحة السيد. ويانا اتصال آخر من الأخ محمد، حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ رمضان كريم علينا وعليكم، الله يتقبل طاعاتكم إن شاء الله، الله يحفظك. تفضل سيدنا، شلونك في اخبارك؟ حياكم الله تفضل. نعم محمد تفضلوا السيد اسمعكم ان شاء الله. سيدنا سؤال. بلي سيدنا، انا سكني الناقري. بلي. او اعمل بالنجف الاشرف. اعمل في الحله بالنجف الاشرف. في النجف. بلي نعم. واسكن وارجع كم شغل النجف، ارجع الخان النص. نعم يعني أكمل شغل نجف أرجع خانص، أنا أهلي من الناقري، شنو حكم الصلاة والصوم؟ أنت تقعد بخان النص تسكن بخان النص؟ لا أنا أرجع لها ما أسكن، أنا أهلي بالناقري. إيه أبي عارف أهلك بالناصري. نعم. تروح خان النص شو تسوي؟ أمامك هناك؟ إيه أمامنا. واضح. كل يوم رايح وجاي؟ كل يوم رايح وجاي؟ إيه كل يوم أروح وأجي. نعم. نعم إن شاء الله سمحت السيد يجاوبكم. يا أخ محمد. نعم عندنا اتصال من الأخ عادل. نعم نعم تفضلوا حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا بس سؤال. بلي تفضلوا. عندنا صديقتي عرفت عليها من الزوجة، وهي كل شيء يعني بدون أنا متزوجة. حبيبي نزل التلفزيون حتى نفهم شو تقول. نزل التلفزيون وابتعد عن التلفاز. بلي الآن تفضلوا. أقول لك صديقتي. نعم. تحكي بدون أن متزوجة، هي متزوجة بس مجرد إحنا صداقة ما بنعرف نشي ولا شاعر. يعني واقعا ما جاي نفتهم سمحتك. من اللي عندك؟ من اللي عندك؟ ما أعرف عن السؤال. سؤال بدون أن متزوجة. نعم. بس صداقة يعني ما بنعرف نشي. نعم. حرام أو حلال؟ بلي إن شاء الله سمحت السيد يجاوبكم. واضح السؤال، واضح إن شاء الله. واضح أنت. نعم من ويانا اتصال من الأخ أبو عباس تفضلوا. السلام عليكم. سلام. عليكم السلام ورحمة السلام. الله. سيدنا عندنا سؤال يم. نعم تفضلوا. سيدنا أنا داوم برا أصبح حوالي 400 كيلو. نعم. من أصعد الدوام علي الطالة وما علي 40 كيلو رايح وجاي يومية؟ 600 يومية رايح وجاي؟ لا بالشهر دوام 14 دوامك 7 أيام حضورك. نعم. كم سنة صار لك على هالدوام بابا؟ صار لي تقريب 10 سنوات 11 سنة. 10 سنوات هذا دوامك؟ إيه هذا الدوام. واضح حبيبي واضح. نعم ان شاء الله سمحت السيد يجاوبكم. نعم زي من المخرج عندنا اتصال. نعم اتصال من ام محمد. حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن نتكلم يا سيد؟ نعم السيد يسمعكم تفضلوا. سيدنا عندنا سؤال يا رحم الله والديكم. اولا عن صلاه الليل بس الاستغفار، نقول استغفر الله او استغفر الله واتوب اليه، هاي واحدة. السؤال الثاني، إذا توضينا لأي صلاة ظهر أو المغرب النية قربة إلى الله تعالى، إذا أنضاف على الوضوء مثلا قراءة القرآن أو قيام أهل البيت صدفة صارت وياها، عم يصير نكرر بعد يحتاج نكرر الوضوء. واضح. اللي هو هذا الوضوء اللي يدوته قربة إلى الله تعالى توضحنا ممكن. الله يوفقكم، شكرا جزيلا. نعم حياكم الله يا أم أحمد، إن شاء الله سمحت السيد يجاوبكم. نعم نعم سمحت السيد نجاوب على بعض الأخوة حتى نستثمر الأخ محمد. سمحت السيد أنه يعني يعمل في النجف وهو أنه يعني من الناصرية، وكان يعني يسكن بالحيدرية. يسكن نعم خان النص. بلي. حتى إذا بالنجف رايح وجاي الحيدرية يعني خان النص يومية 40 كيلومتر رايح وجاي، فأنت كثير سفر ولدي، أنت كثير سفر، صلي وصوم تمام في كل أسفارك، حتى لو تروح الكربلة، حتى لو تروح
بغداد أي مكان تروح تصلي والصوم تمام، لأنك كثير سفر أولياء. واضح حبيبي؟ بني. نعم. عندنا اتصال من أم حسين، حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك سيد؟ شلونكم؟ الله يحفظكم إن شاء الله، حياكم الله أم حسين تفضلوا. سيد عندي سؤالين. هاي عندي جنتي نعش وياي نهار كله بس ترش علي ويسوى علي، لا تعطيني فطور لا تعطيني شيء لا، واربع وعشرين ساعة يقول لي كلها منك كلها منك كلها منك، وأنا أخشى عليها. نعم. أخشى عليها مثل هاي من وراها أظل أدعى عليها حرام علي وهذا رمضان وهاي وأتوي علوية ترش علي نار كله. نعم. تسد الباب بوجهي تقول لي مسودنا تقول لي ما أدري شنو تقول لي هاي ولد قدام رجلها كل شيء ترش علي ورجلها ما حاكي ولا هاي، وأنا مرة مريضة عندي سكر وضغط تبديل المفاصل. نعم. ليش تعبانة؟ أحكي عليها أنا من وراء أحكي عليها. واضح. نعم سؤالكم الثاني أم حسين. السؤال الثاني. السؤال الثاني هاي أختي أنت سكر سكرها كلش قوي تضرب أنسولين جرام أربعة. نعم. ويبس حلكة وتتمضمض تقول شنو الحكومة هاي؟ هي هم تعبانة شوية كلش كبيرة وتعبانة. بلي. قالوا لها لا تصومين ما تقبلين لا تصوم. نعم ان شاء الله سمحت السيد جاوبكم. نعم تحياتنا لكم الله يتقبل ان شاء الله طاعتكم. نعم سمحت السيد زميلنا المخرج عندنا اتصال. نعم عندنا اتصال. نعم سمحت السيد كذلك الاخ عادل يعني كان يسال يقول دائما انه صديقتي تتحدث وياي من دون علم زوجتي، زوجها. نعم زوجها سمحت السيد صديقته تتحدث معاه من دون علم يعني علمها علم زوجها، يعني زوجتها تتكلم ويا صديقتها لو ويا زميلها الرجل. يعني صراحة كان السؤال. نعم نعم سمحت السيد البنت متزوجة ولديها يعني ربما علاقة مع هذا الشخص. نعم تتحدث معه. على أي حال أختي الكريمة أنت متزوجة أو أي امرأة متزوجة أن تفتح علاقة مع رجال آخرين علاقة حسب تعبيرنا مودة وكذا، هذا في واقع الحال باب خطير ومريب ويوقع الإنسان في شرك الشيطان. وأما أن تقول لا أنا أكو زميل عندنا في العمل و مسائل العمل ومسائل الشغل هذا ما في إشكال بحدود العمل، أما أنه شلون صحتك والله مشتاقين وين رحت وشنو هذه ليس صحيحا أبدا أبدا، وهذا في الواقع يجعل القلب يميل إلى ذاك الطرف ويؤثر على زوجك وأنت امرأة محصنة، والمرأة المحصنة لا يجوز لها أن ماذا أن تخرج عن الآداب والشرع في علاقات فيها ريبة وفيها حجة الصداقة سمحت السيد البعض للأسف حجة يعني. الصداقة ها الصداقة هي منزلق في كثير من الأحيان بين النساء والرجال. نعم أحسنتم سمحت السيد. ويانا اتصال من زهراء حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم زهراء نصنا التلفزيون. نعم تفضلوا. عندي سؤال. بلي سماحة السيد يسمعكم إن شاء الله. أصير طايمة وغراء قرآن. نعم. يكونون بس غير قرآن طايمتي. بلي. نعم. واضح. عندكم سؤال آخر؟ لا بس السؤال. نعم إن شاء الله سماحة السيد يجاوبكم إن شاء الله. نعم تحياتنا لكم. سمحت السيد أيضا جاوب على الأخ أبو عباس اللي يداوم في الرطبة يقول حوالي أنه تبعد المسافة 600 يعني كيلو دوامة يعني 14 أنه إذا أنت 14 يوم عندك في الرطبة وسبعة أيام ترجع على بيتك يعني الرطبة صارت مثل وطنك الثاني، وطنك الثاني يعني مقر والمقر كالوطن، فأنت تصلي تمام والصوم في الرطبة وتصلي والتمام والصوم في بيتك، أما في الطريق تقدر تفطر الصبح من تطلع تطلع يعني تركب تطلع صايم تركب سيارة وتطلع عن المدينة في 3-4 كيلومترات تقدر تأكل،
وتقدر تفطر في حال شنو؟ في حال سفرك لما تطلع. فإذا أنت في الطريق تصلي قصر تقدر تفطر، ولكن في المكانين الرطبة وبيتك هو في الواقع وطن، وصلي تمام والصوم. نعم أحسنتم سمحت السيد. ويانا اتصال آخر. نعم تفضلوا. سيدي سكر عندي وصار لي 5 سنين ما أصومت. نعم. طلت من عمري بس 7 سنين. وخمسة لأني ما صار مثلا عندي سكر. بل. والسنة عود أحاول شوي نفسي أصومت. طلت 6 أيام وما قدرت. يعني شتبع. لأنك 5 سنين دات 2015 كفارة. نعم. بس 4 سنين كفارة. هو ما دافع شيء. والسنة حاول وين نفسي بس ما أقدر، عندي السكر والسكر عيوني عني وصير عندي دوخة وراسي وما أقدر. شنو أستاذ أسمع كفارة شنهي؟ بلي بلي واضح واضح إن شاء الله يا أختي إيمان يجاوبكم سماحة السيد. نعم حياكم الله. نعم سماحة السيد أيضا يعني الأخت أم أحمد تسأل عن كيفية يعني صيغة ربما الاستغفار، تقول مثلا ما هي الأصح أنه أستغفر الله أو أستغفر الله وأتوب إليه؟ في صلاة الليل عندما يستغفر المؤمن تستغفرين 70 مرة تقولين أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، هذا هو الصحيح. مو أستغفر الله أستغفر الله، لا أستغفر الله ربي وأتوب إليه. نعم كذلك الأم حسين سمحت السيد يقول لدي يعني كنا وعايش وياها لكن لم تقوم بواجبي وربما تكون هناك على حال هذا كلام من طرف وتدعو عليها كلام هذا كلام من طرفها. نعم. أنه كنتي مو خوش كنا وكنتي على حال تهيني وكذا، هذا طرفك أنت، بس إحنا خل نسمع كنا شو تقول، أنه مرت عمي شو تسوي ما ندري. فهذا ادعاء مع احترامنا إلها، تدعي أنه زوجتي تهين بلي كنتي تهيني وتحكي علي وتستهزئ بلي وأنا هم أغتابها من وراها أحكي عليها. كلاكما مخطئين، لا الكنة جيد أنه تأذي أم زوجها وعلي حال وتحقرها وتستهزئ بها، هذا حرام ما يجوز. ولا يجوز للمرت العم أن تغتاب شنتها أمام الآخرين وتحكي عليها. فكلاكما مخطئين، كلاكما عاصيين، معصية هذه. بغض النظر أنه ذيك ليش تحكي عليك وأنت ليش تأذيها، هذا بغض النظر. أصلا إنسان يتعرض إلى الآخر من وراءه ويتكلم عليه هذا ما يجوز. وابنك هو لابد، ابنك هذا الابن اللي لابد يكون صاحب غيرة وشهامة، أن يحافظ على كرامة أمه ويشوف زوجته تهين والدته قدامه، هذا يظهر بإشكال مع كلامك. يعني إحنا على حسب كلامك. نعم. فلا بد أنه على حال الولد يلعب دور جيد مصلح مهدئ، لا أنه يسمح لطرف أن يهين الطرف الآخر. نعم سمعت السيد. وكان سؤالها الأخير، عندها أختها ويعني تعاني من مرض السكر وتضرب الأنسولين ويعني دائما تتمضمض. المضمضة ما في إشكال، الصائم يتمضمض لوجود جفاف في فمه كذا ما في إشكال، بس بشرط أن لا ينزل شيء من الماء، أن لا ينزل شيء من الماء إلى الجوف، هذا مهم. نعم ويانا اتصال آخر من أم نرجس. حياكم الله يا أم نرجس تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا عمر بنتي 8 سنوات يحسها يعني الصمها السنة لما يستحرى. كم سنة أم نرجس؟ 8 8 سنوات. أي هاي سؤالي. والسؤال الثاني، عندي بنتي عمرها تقريبا 18-19 سنة، يعني أجل ما أخذ الموبايل من عندها وهم تمسك الموبايل يعني، أي فنصيحة تعطيها سعدات تسمعك هي؟ نعم شكرا هذا سؤالي. نعم إن شاء الله يجاوبكم سماحة السيد. شكرا لكم يا أم نرجس. سمعت السيد نجاوب على الأخوة أيضا. الأخوة زهرة تسأل تقول هل أنه يصح أنه أنا صائمة أقرأ القرآن ربما يعني تخطأ في بعض آياتها؟ لا إشكال في ذلك، أقرأ القرآن وإن كان هناك أخطاء أنت على حال إنوي أن تقرأين القرآن وهي قراءتك وبنية الحكاية حكاية القرآن. والأمر الآخر أنه أنا أوصي الأخوات أو الإخوة اللي
ما يجيدون قراءة القرآن أن يقرأوا القرآن مع إذاعة أو محطة أو جلسة قرآنية حتى يحسنوا قراءته. نعم. كذلك الأخوة إيمان سمحت اللي تسأل تقول يعني عمري 23 سنة وعندي سكر، صار لي 5 سنوات لم أصوم، والسنة يعني الحالية أحاول قدر المستطاع يعني لم أستطع. على حال الإنسان لازم يجرب نفسه بينه وبين الله. قضية المرض وادعاء المرض وادعاء عدم القدرة هاي ادعاءات، الله هو الأعلم، الله يعلم بالحال يعلم الواقع. الإنسان لابد أن يتقي الله، لا يعتذر بالأمراض، لا يعتذر بالأوجاع، وإنما يجرب نفسه بينه وبين الله، يشوف أنه نفسه قادر على أن يصوم وما يجي يتأذى، فلا بد أن يكمل صومه. أما إذا كانت هي في الواقع مريضة مثل ما تقول ما تقدر وجربت وطاحت وغير قادر على الاستمرار، فهي معذورة وتعطي عن كل الشهر 22 كيلو ونص من الطعام. الخمس سنوات اللي لم تصوم تعطي أيضا عن كل شهر 22 كيلو ونص من الطعام. نعم. أنا أخذ اتصال من أم أحمد، حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا قبل شوية اتصلت وكان عندي سؤالين، جاوبت عن سؤال وأفت سؤال. بلي السؤال الثاني. يعني السؤال الثاني الوضوء، نية الوضوء قربة إلى الله تعالى. أي بني بني. إذا أصبت بها الفرض. واضح. بلي واضح. يعني يجي عن الباقيات إنه قرأ القرآن. واضح. على ساعة أيوة. نعم نعم. إن شاء الله سمحت للسيد الآن يجاوبكم. نعم سمحت للسيد نجاوب. أختي الوضوء لما تتوضين قربة إلى الله تعالى، هذا الوضوء يمكن إنسان يصلي به، يقرأ قرآن به، يروح يزور، ما أدري يصلي صلاة الصبح، يصلي صلاة الظهر. إذا الإنسان حافظ على وضوءه، حافظ على وضوءه، يقدر كل شيء يسوي بهذا الوضوء. يصلي هم صلاة الظهر وعصر، هم مغرب وعشاء، إذا ما راح يعني ما صار نقض للوضوء بهذا الوضوء كل شيء يقدر يسوي. يطوف حول البيت، يقرأ قرآن، يقرأ دعاء، يزور العتبة، كل شيء. ما دمت على وضوء فوضوءك ليس خاصا بشيء دون شيء آخر. نعم أحسنت وسمعت السيد. ويانا اتصال من حيدر. أم حيدر حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم ورحمة السلام الله. ورحمة الله. ممكن أتكلم عن شيء؟ نعم سمعت السيد يسمعكم تفضلوا. عندي سؤال. بلي. أختي انتحرت. انتحرت؟ ما حكم ذلك؟ يعني شفت صارت. بسبب شنو انتحرت بابا؟ نعم. مشاكل بينكم وبينها. نعم إن شاء الله سمحت سيجاوبكم. عندكم سؤال آخر؟ نعم. نعم حياكم الله. نعم سمحت السيد نجاوب على الوقت. على أي حال الانتحار من المحرمات، إنسان أن ينتحر أو يزهق نفسه بإيده هذا ما يجوز شرعا. الإنسان كل شيء يحق له أن يعمل، أما أن يضر نفسه ضرر بليغ ويقتل نفسه هذا لا يجوز. رب العالمين سيحاسبه يوم القيامة. إحنا ما ندري شنو السبب. طبيعة حتى لو كانت أسباب يعني خلافات زوجية أو خلافات اجتماعية أو فضايح تصير فضايح أو سقوط بالامتحان وما إلى ذلك، هاي كلها مهما كانت الأسباب لا يجوز الإنسان أن ينتحر، لا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه. وهناك روايات يعني جدا مخيفة، مخيفة بالنسبة للمنتحر. إحنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويعطيكم صبر، ولكن عموما ستحاسب يوم القيامة. نعم أحسنتم سمعت السيد. كذلك لو أخذتم نرجس تقول عمر ابنتي 8 سنوات، هل تصوم سمحت السيد؟ لا، إذا 8 سنوات مو واجب عليها الصوم. نعم. بعدها مبالغة، ولكن أنا لو بنتي 8 سنوات أعلمها أن تقعد ويانا بالسحور تأكل وتبقى بدون ريوق. للظهر أنطيها فد غدا خفيف، أقول أنتي مثلنا صائمة ولكن صوم مع الأطفال، حتى يتعلموا الأطفال من صغرهم كيف يكونوا متلبسين ومتعلمين ومتدربين للأحكام الشرعية. نعم سمحت السيد. وكذلك سؤالها الثاني، ابنتها أيضا يعني عمرها ما يقارب 18 و19، تقول ماذا تنصحها سمحت السيد؟ يعني شوفي بابا، الموبايل الله سبحانه وتعالى جاب لنا يا نعمة،
نعمة أن نعرف أخبار الآخرين، نتصل على واحد ونسأل عنه ونشوف أخباره ونشوف أموره. نعمة أنه نقرأ كتب ونقرأ أمور نثقف من خلالها، هذه أيضا نعمة إلهية. أما أن هذا الموبايل، هذا الموبايل كما هو نعمة هو خطير، مثل السكينة. السكينة إنسان نعمة أن يقشر تفاحة ويأكلها، وأن يقطع اللحم ويطبخه ويأكله، فالسكينة نعمة. ولكن هاي السكينة لو واحد يقتل بها واحد يصير نقمة. هذه الأجهزة، الأجهزة هذه ذات شو يسموه، ذات حدين، حد جيد وهو الاستفادة والتواصل وكذا، وحد غير جيد وخطير وهو المفاسد، العلاقات. مو كل واحد يراسلك تسلمين عليه وتتواصلين معاه، مو كل واحد يقول لك تزيلي صورة انت تزيلي صورة، هذا كلش خطير، جدا خطير. فاتق الله يا بنتي، اتق الله في نفسك، في نفسك، لا تخلي نفسك مبتذلة، لا تخلي نفسك مبتذلة ومعروضة لكل واحد يسوى وما يسوى. واتق الله في أهلك، أهلك باكر مساكين يصيروا في فضايح بسببك لا سمح الله. اتق الله في دينك، دينك هذا الإنسان يفقد دينه بهالأمور هذه، ترى اللعب والشهوات والعلاقات تجر الإنسان. وكلما الإنسان يتقي الله ويجعل هذا الجهاز، قراءة القرآن، قراءة الأدعية، معرفة المحاضرات اللطيفة، استماع للبرامج الجيدة، راح يكون مربي وجيد. أما إذا لا سمح الله يروح وراء الألعاب الغلط والعلاقات الغلط والتواصل الغلط راح يندم، والندم ما يفيد للإنسان إذا وقع في شرك الشيطان، ولا تحين مندم. نعم أحسنتم سمحت السيد، عندنا اتصال من الأخ سعيد، حياكم الله تفضلوا. مولاي بالنظام السابق. نعم. أعطتني مرض في يومتها وبنبات صارت عندي جنابة. نعم الأخ سعيد. وبنبات مختلفة ما سمت ذاك اليوم، شنو حكمه؟ نعم سمح السيد ما افتهمنا شيء عن سؤالك. نعم ممكن إعادة السؤال حتى يعني سمح السيد يجاوب. بالنظام السابق. بالنظام السابق افتهمنا، النظام السابق شو بيه النظام السابق؟ رمضان انا بالجيش. رمضان شو سويت؟ رمضان بالجيش وجنبت بعد يوم مرة وجنبت. في الجيش وأجنبت. نعم سمح السيد. اي ورميت مختل ما قدرت اسبح يمها، استحيت من عدها، عدها بنيه واستحيت من عدها. نعم انت يعني عند ناس وصار عندك جنابه واستحيت ان تغتسل وبقيت بدون غسل. وبقيت بدون غسل ونزلت اهل ثاني يوم ويوم واحد افطرت. وصلاتك كان شلون صلاتك؟ ما صليت ذاك اليوم، ما صليت هو نزلت الصبح عادي، عصر نزلت. خير ان شاء الله، خير. بلي. نعم سمح السيد يطول الاخ. رحمه الله. حبيبي حبيبي الخجل، الخجل مو زين. الحياء زين، الواحد يستحي زين، الحياء جيد. أما يخجل، خجل ما له داعي واحد يخجل، قضايا نفسية. يابا إذا ماكو زحمة شوي أنا متوسخ أخذ لي دوش حمام وتغتسل. أما أنه أنت والله أخجل أطب سموه إلا تقول يابا ترى أنا جنبت، ما يحتاج واحد يقول جنبت. يابا أنا صار عندي تعرق شوي، عرقان شوي أدوش، شو المشكلة يعني؟ فما كان في محلها يعني، هذا الخجل ما كان بمحله، وانت صلاتك تركتها وصومك يوم الثاني تاركه. نعم. وهذا عليك على حال، عليك قضاء وعليك كفاره اطعام 60 مسكين. نعم كذلك عندنا اتصال من الاخ سامي، حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير على الاستعانة. الله يحفظكم إن شاء الله. وأطلب سماحة الشيخ عندي سؤال. نعم سماحة السيد اسمعكم. الله يعزك سيدنا وربي يحفظك إن شاء الله. حياكم الله. سيدنا عندي سؤال، عندي ابني عمره تقريبا ما يتجاوز 10 سنوات وهو صايم، وعنده مدرسة وعنده مسافة طريق يمشي. أنا بعض الأحيان أحس على الأفطار، هل يحق نشكال في ذلك؟ واضح. نعم. هذا السؤال الأول سيدي. السؤال الثاني. السؤال الثاني،
بعض المرات عندنا واجبات فاتحة واجبات فاتحة، وتعرف يعني احنا بعد مجتمعنا العشائري ولازم توقف بالفاتحة وكذا. انا شخصيا ما سويتها، بس عندي ناس قطعوا مسافة ورجعوا فطروا، وهم مو جهد عندهم ذات الجهد. فانا قلت لهم يا بني يمكن اعتقد ما يجوز، لان انت لهذه الحالات ضرورة، واريد التوضيح منك، وعندي طلب شخصيتك سيدنا. اريد دعاك، عندي قضية خاصة بي كحالة نفسية، اريد دعاك خاصة. الله يحفظك سيدنا. الله يحفظك. نعم نعم، سمحت للسيد يعني نجاوب الاخ. اما مساله ابنك متصل. نعم. ابنك ابنه نعم ابنه نعم سمحت السيد، 10 سنوات. الله يحفظه ان شاء الله تعالى ويقر عينك به. لا اذا 10 سنوات ولا فطر، يقول له بابا حبيبي تعال انت ويانا السحر، والسحر ويانا بس الظهر تطوف هد لفه فد ماي، حتى على اي حال الطفل لا يتاذى، خصوصا اذا عنده مدرسه وروح الطريق. فعلموه الصوم حسب تعبيرنا الصوم الطفولي، اللي هو بدون ريوك، لان السحر ويانا بدون ريوك، فقط يتغدوا ويبقى صايم الى الليل. هذا جيد من باب التمرين، ولكن اي نعم لا اشكال في انه تحثه على ان ياكل شيئا. نعم. السؤال الثاني سمحت السيد كان يقول عندنا واجبات انه نؤديها. حبيبي السفر، السفر في رمضان مفطر، سواء كان ضروره او مو ضروره. الاخوه الله يحفظهم يريدون يروحون واجبات، يقول يابا عندنا واجبه ولازم نوقف وفاتحه وكذا، هسه ضروره لو مو ضروره؟ فيقطع مسافه 22 كيلومتر 23 كيلومتر ياكل لقمه ويرجع، لا اشكال في ذلك، سواء كان سفرا لضروره او بدون ضروره. نعم احسنتم سمعت السيد، يعني كان بودنا انه يعني نستقبل اتصالات. نحتاج الى دعاء. اللهم نعم. حق محمد وال محمد، عافي هذا الاخ الكريم الذي اتصل علينا مما هو فيه، وأكشف عنه وهمه وغمه وما فيه من السوء والبلاء، وكل المؤمنين، المؤمنين الذين يسألون الدعاء. اللهم وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، اكشف ما بهم من هم وغم، واقض حوائجهم جميعا، حوائج الدنيا والآخرة. نعم أحسنتم سمعت السيد، ورب يحفظكم إن شاء الله، وشكرا جزيلا. كذلك شكرا موصول لكم مع مشاهدين الأحباء على حسن الإصغاء والمتابعة، انتظرونا في حلقة أخرى إن شاء الله. في أمان الله ورعايته.